سيتي تخي بيان باسي الحمد لله. داكشي في لو نيفو ما ماشي صعيب ماشي ساهل. سيتي تخي بيان باسي. الاجراءات داكشي كان مزيان جونغ لي بافيت ديك لي تروك هكا باش الكول التعقيم سيتي تخي تخي بيان. زعما ما كاينش ديك خفنا من كورونا ولا الفيروس القاوه ولا شي حاجه. داكشي كان فريمون هو هذاك سيتي فريمون واحد لا سوربريز وواحد الفرحنا باسكو صعيب يجي عندك تكون كدوز ويجي عندك وزير هكا. فريمون سيتي تري تري ساتيسفيزون وانا ساتيسفي من هذا الشيء كامل وكنشكروا الوزير وكنشكروا كل شيء على هذه المجهودات اللي جالهم وانا ايبر ساتيسفي والحمد لله على كل شيء والحمد لله الامتحان ايتي فريمون على بورتي ومزيان. الاول جينا مستريسيين وكنقولوا الامتحان كيفاش غيكون مع هاد استثناء الوضعيه الاستثنائيه ديال هاد الفيروس ديال كوفيد 19. دونك ما عرفناش كيفاش تكون الاوضاع مع انهم حدونا بزاف د الحوايج والتدابير ودخلنا الامتحان. في الاول كان واحد شويه ستريس ولكن مورا خدمنا عادي الحمد لله. زاد الوزير داز عندنا بعدا بدا كيشوف على الدراري كيفاش كيخدموا شوف التدابير كيفاش ديال البافيت ديالك ديال داك الكاسك ديالك كيفاش انت كتحترم المسافه ديال التباعد بزاف الحوايج الحمد لله. الاول كنا دخلنا وكانوا خداو جميع الاحتياطات ديالهم بالنسبه كانوا واخدين زعما الاحتياطات ديالهم بداك الفيروس ديال كورونا داروا لنا الكمامات معقم ودرنا كل شيء زعما خدينا جميع الاحتياطات ديالنا وادخلنا باش ندوزوا وكان الامتحان في المتناول الجميع زعما ما طويل ما والو ولكن فيه دي بييج لي ولكن يقدر اي واحد يخدمه. صراحه واخا لا بروميير فوا اللي جينا زعما هاد القاعه المغطاه مي بالنسبه للاجراءات الوقائيه كان داكشي مزيان بزاف لي بروف تعاملوا معنا مزيان يعني ماشي واخا داك الضغط ديال لاصال مي المهم واحد المعامله كانت زوينه بزاف لقينا ما خفناش من كورونا كان الاجراءات الوقائيه التباعد لي كاسيون ديال ليكزام سا سباس بيان يعني داكشي اللي قريناه هو اللي تحط لنا ماشي شي حاجه اور سوجي ولا شي حاجه بعيده بزاف وما زعما ما نعرفوش نخدموها غير داكشي تيكوني من التركيز وشويه ديال البريباراسيون صافي. صراحه الزياره ديال الوزير كانت واحد السيربرايز زوينه بزاف وسولنا قال لنا كي دازو عندكم زعما واش داكشي في المتناول ولا لا وصراحه فرحت بزاف ملي شفتو.